خلينا نطلع نتفرج على تقرير تجديد تعاقد حسني عبد ربه مع النادي الاسماعيلي ونرجع نكمل بقيه اخبارنا. كابتن حسني ده قيمة وعلامة وكيان للنادي، وانا من السنة اللي فاتت متفق معاه ان هو كابتن، يبقى كابتن الفريق، عشان عارف ان هو بيمثل محمد ابو السعود في الملعب، بيمثل مجلس الادارة في الملعب، بيمثل الجماهير في الملعب. هو عارف انا بقدره قد ايه، انا اكتر واحد بقدره، لان اول ما جيت شفت اللي هو عامله في النادي واللي جلب لصالح النادي، فكان لازم ياخد حقه، وهو ممكن يتكلم بعد كده ويقول العلاقة بينه وبينه ايه، شككوا في العلاقه اللي بيني وبينه، والناس راحت قالوا له مش عارف ايه وايه وايه وايه، رغم ان انا وهو متفقين من اول لحظه ان الموضوع منتهي. طبعا ان انا شكيت لحظه فيه ولا هو شك لحظه فيا، كنا بنتلاقى على طول. فللاسف الجرايد ده بيمشي نادي النادي، ده بيمشي فين ولاد النادي اللي مشيته. انا اكتر واحد جبته ولاد النادي بس كده. بشكر طبعا الحاج محمد على الفترة اللي فاتت طبعا، عن معاملته معايا انا كشخص، يعني ان بصراحة يعني بعيد عن اي حاجة، يعني انا ولا الحمد لله الناس عارفة حسني عبد ربه ولا بلف ولا بدور، انا الحمد لله على طول يعني دايركت كده. فيمكن من احسن رؤساء الاندية اللي فعلا لاداني حق، يعني مش بتكلم على نواحي مادية اكتر ما هي نواحي معنوية، لعيب الكورة او الراجل اللي بيخلص، الراجل اللي بيحب ناديه، والراجل اللي عنده انتماء لبلده والناديه بيحتاج كلمة طيبة اكتر من فلوس واكتر من اي حاجة. فهو ده الشيء اللي احنا مفتقدينه، ان مهما الانسان هو بيشتغل وبيتعب، بيحتاج فلوس وكده، بس بيحتاج كلمه ممكن تقويه، ممكن تحببه اكتر في المكان اللي هو فيه، تحببه اكتر في جمهوره، في كل حاجه، في البيت اللي اتربى فيه، وان ما تخيلش في يوم من الايام ان هو كان يبقى بعيد عن البيت ده. فانا بشكره اللي هو عمل مجهود. اللعيبه دول هنبدا بيهم، بتمنى انهم يقدوا عليهم، عندنا ثلاث اجيال دلوقتي، واللي هيحتاجوا لتدعيم هندعم، وفي صفقتين في السكه، في مهاجم متميز جدا عشان يبقى عندنا اقوى هجوم، وهنجيب كمان مدافع عشان يبقى عندنا اقوى دفاع بمراحل سنيه مختلفه عشان النادي يستمر ان شاء الله. بطمن الناس اللي احنا عملنا فرقه كويسه، بقى عندنا ان شاء الله الحمد لله بقى عندنا النهارده لعيب اساسي ولعيب بديل ولعيب بديل، بمعنى اصح كملنا القائمه بتاعتنا، وان شاء الله تبقى فتحه خير علينا ان شاء الله باذن الله كلنا. متفائلين النادي الاسماعيلي السنه الجايه، يعني مش هينافس بقى على بطوله، النادي الاسماعيلي السنه الجايه ممكن يحقق بطوله ان شاء الله باذن الله. احنا المفروض يعني طبقا للبرنامج الصحفي بتاعنا، البرنامج الانتخابي اللي احنا كنا قلنا اول سنه هنشوف احتياجات الفرقه ايه وكده، تاني سنه هنكون الفرقه ونبتدي ان شاء الله السنه الثالثه والرابعه نفس البطولات. فطبقا للبرنامج بتاعنا اللي احنا السنه دي المفروض بنلعب على بطوله، بخلاف طبعا السنتين اللي فاتت كنا طبعا اكيد لازم نلعب على البطوله، بس يعني كان الفرقه كان فيها عناصر كتير ناقصه، لكن الحمد لله النهارده الفرقه كملت، وباذن الله يعني بنوعد الناس اللي احنا البطولات اللي هنشارك فيها كلها هنحاول بقدر الامكان ان شاء الله احنا ناخد البطوله.